اكشن. بتبدأ الحكاية بعالم من القرود، ولكن للعالم يسود. ولو عايز تعرف ليه القرود هي اللي كانت سايقة العالم في الوقت ده وهي اللي بتحكمه مش البشر، فانت لازم ترجع تتفرج على الجزء الاول. هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت او في الايلاتس. بص دور عليه في حوالين الفيديو، هتلاقي اللينك بتاع الجزء الاول. نخش في حكاية النهارده. وبنعرف ان العقار اللي كانوا بياخدوه القرود الجزء الاول دوت انتشر في العالم كله، بقى ليه اسم مرضي كمان وهو فيروس القرود. وبيكون سيزر والعشيرة بتاعته كلهم قاعدين في الغابة كده، فاهم يعني، حبي بيتي حتي فتي بيتي كده فاهم. وبيكونوا عملوا مجتمعات بقى، وعملوا جيش، وعملوا مدرسة، وعملوا فاهم يعني، فاهم، مجتمع عادي، مجتمع من القرود فاهم. فاحنا بقى ايه، نروح نقعد في الجنينة بقى فاهم. وفي مرة وهم بيصطادوا وبتاع، بنشوف ابن سيزر وبيكون في دب كبير بيهجم عليه. خدت بالك من بيهجم دي؟ فالدب بيديله واحدة في وشه كده، وبيكون سيزر ظهر وبيقعد يحاربه وبتاع. بس بناخد بالنا ان الدب ايه يعني، تقيل شوية عليهم. فسيزر بينادي على اخوه بيقول له فبنلاقي اخوه بقى جاي فاهم، وبيخلصوا الليلة دي وبيقتلوا الدب وبتاع. وبعد كده سيزر بيقعد مع ابنه وبتاع عشان بيشوفه بتعور، وبيراضيه بيقول له يا ابني لو اتعورت في الحنبوزة فجيب له بلبوزة. مش عارف بقول كده ليه بس ماشي. وبعد كده بنشوف القرد مورس وهو في المدرسة وبتاعه بيعلم التلامذة بتاعته الكتابة وكده، وبيعلمهم اهم حاجة وهو ان القرد ما يقتلش اخوه القرد. وفي نفس الوقت مرات سيزر بقى بتبقى حامل وتعبانة وبتاع، وسيزر داخل عليها عشان يطمن عليها. فعلى ما الما بيوصل بتكون ولدت اصلا. وبعد كده بنشوف ابن سيزر وابن عمه وهم عند البحيرة بيصطادوا وبتاع. وبعد كده هم راجعين بيشوفوا بني ادم. فالبني ادم دوت بيقعد يهددهم وبتاع، وبينادوا على اصحابه. فالموضوع بيوسع وبتاع، وسيزر بعد كده بيجي هو والرجاله، وسيزر بيهديهم بيقول لهم ما حدش يجي جنبهم وبتاع. فالناس وهي واقفه بتتلم على بعض، وسيزر بيزعق فيهم بيقول لهم مش على من هنا على انت ليه. فبيخافوا كلهم وبيجروا. بس قبل ما يجروا من الخضه بيكون في حاجه وقعت منهم، سيزر بياخدها. وبعد كده سيزر بيكلف واحد من معاهم ان هو يراقبهم ويعرف خط سيرهم وان هم رايحين فين وجايين منين وبتاع. وبعد كده الناس واللي معاهم دول بيرجعوا للرئيس بتاعهم وبيقول لهم ان الدنيا هناك تمام وبتاع، وان احنا ممكن نبدا مشروعنا هناك. بس عندنا مشكله ان في قرود هناك كتير، وفي منهم قرد بيتكلم. قال له يا اسطى مش ده الفيلم بتاع فيشاوي؟ قال له يا اسطى مش ده فيلم هوبت، انا بكلمك في ان قرد بيتكلم بحقه حقيقي. قال له لا يا راجل. فخدهم بالعربيه ومشوا. وبعد كده بنشوف القرود وهي قاعده مع بعض وبتاع. وبعد كده بنشوف قرد فيهم اسمه كوبا، وبيقعد يقول لهم احنا لازم نهجم على البشر هجمه جامده وبتاع ومش عارف ايه وكده. سيزر بيقول لي يا ابني اهدى يا ابني، انت شراني ليه كده يا ابني؟ احنا لو هاجمنا عليهم هنخسر كل اللي بنيناه في السنين اللي فاتت دي يا ابني. انت يا ابني في ايه يا ابني انت؟ فكوبا بيقول له السمع والطاعه سيدي. وبعد كده بنشوف سيزر بقى وهم والقرود كلهم وهم راكبين حصانه ورايحين عند المقر بتاع البني ادمين. وسيزر بيقول للراجل اللي هناك يا اسطى احنا ما عندناش مشكله ان احنا نبقى جيران، بس القرود في حته وفي حالهم ومش هيجوا جنبكم، وليكوا وعد مني بالامان. بس انت كمان لازم توعدني من جانب البشر من عندك الناحيه الثانيه ان الدنيا هتبقى امان وفي بيننا سلام ومفيش بيننا حروب. فالراجل الرئيس اللي هناك بيقول له يا اسطى اتفقنا واحلى مسا عليكم وبتاع. فسيزر بيقول له تاني اخر مره انا جاي هنا طالب السلام، بس لو لقيت قله ادب من الناحيه الثانيه يا جدعان ما حدش يزعل مني بقى. خلصانه. وبيسيبوا لهم الشنطه اللي لقيوها ساعه ما جريوا من الخضه، وبعد كده بيمشوا خالص من المكان. وبعد كده بنرجع للمقر اللي فيه البني ادمين، والناس اللي هناك بتبقى خايفه من القرود. فالزعيم بتاعهم بيقول لهم ما تقلقوش احنا معانا اسلحه كافيه عشان لو اي حاجه حصلت وبتاع، ما تقلقوش من اي حاجه. وبنحس كده ان هو ايه نوع علنيه مش خير يعني فاهم. وده علشان هو هناك في الضفه اللي فيها القرود بيبقى عايزين يبنوا سد عشان يولدوا منه الكهرباء وبتاع. فبعد ما بيخلص الاجتماع بتاعه وبتاع بيقعد مع راجل من رجالته وبيقول له بلاش تقلبها بسلاح وبتاع، الناس جايه طالبه السلم، خلينا نروح اتكلم معاهم وهحاول اخلص لك الموضوع دوت. وفعلا الراجل ده بيتحرك هناك، والقرود بتقابله وبتوديه عند سيزر، وبيقعد مع سيزر وبيطلب منه الاذن ان هو يوري له مكان المشروع بتاعهم عند السد والشلالات. فسيزر بيذن له ان هو يجي معاه، في الاخر بيروح معاه عند الشلالات عند مكان المعمل، وبيقول له ان المعمل ده مهم جدا بالنسبه لنا عشان بنقدر نخرج منه طاقه عشان تعيشنا احنا كبني ادمين. وبيكمل له شرح للموضوع وبتاعه، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. وبعد كده بنشوف الراجل وهو ماشي وبيقابل باقي الرجاله بتاعته بره، وبيقول لهم ان سيزر وافق بس على شرط ان انتوا تيجوا من غير اسلحه وليكم كل الامان. وبعد كده بنشوف القرود وهم متجمعين، وسيزر وكوبا بيتكلموا، وكوبا بيحاول يسخن سيزر على البني ادمين وبتاع، وبيقول له يا اسطى ده مركز طاقه ولو استولوا عليه ممكن واحده واحده يقتلوا فينا وبتاع. فسيزر بيقول له يا ابني انت قلب امك اسود اصلا، والناس دي جايه طالبه خير وسلام، والناس دي هتيجي تعمل شغلها ويمشوا، مع كمان جاي من غير سلاح، انت مالك بقى مالك في ايه؟ قال له يا اسطى ما انا متعور في وشي وكانوا حابسيني في معامل زمان وبتاع، وكان ده برده شغلهم وعادي يعني فاهم. فسيزر بيجز عليه كده بيقول له لا ما تنساش نفسك انا اللقب بتاعك. بيقعد على الارض وبيقول له لا مؤاخذه يا ريس وبتاع، انا بدات اعملهم انهم بني ادمين بجد مش عارف ليه. وبيبدا فعلا البني ادمين ان هم يروحوا على الموقع اللي فيه المعمل دوت ويبداوا يشتغلوا، وسيزر بيبقى واقف عليهم وبيتاكد كل مره ان كلهم مشيوا وبتاع. وبتبقى الدنيا ماشيه ما بينهم بيس والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل. بس كوبا بقى مش سالك، بيفضل ينزل المدينه كل شويه تحت وبيعمل مشاكل وبتاع. وكوبا وهو هناك في المدينه بيكتشف مكان مخزن السلاح بتاع البشر، وبيروح وهو جوه بيفتش وبتاع، فالناس هناك بتقفشه، فبيفضل يعمل اهبل كده وبيقعد يرقص لهم وبيعمل فيها فاهم كانه تعبان في دماغه
عشان يسيبوه يخلع وبتاع. وبعد كده البشر في الموقع اللي هم شغالين فيه بتحصل معاهم مشكله وفي الاخر القرود بتنقذهم وبتاع. وبعد كده هم قاعدين بره بيجي القرد الصغير ده، بنعرف ان هو ابن سيزر بيبقى عسل فشخ كده فاهم. وبالصدفه والقرد الصغير بيلعب وبتاع بيكتشفوا في شنطه واحد من العمال ان هو فيه سلاح، فسيزر بيفك دماغه عليهم وبتاع بيقول لهم يا جدعان بصوا انتوا خليتوا بالوعد وبتاع فبصوا استحملوا بقى. وسيزر والرجاله بيتلموا على الولد اللي معاه السلاح دوت بيضربوه وبيكرشوا البني ادمين كلهم وبيقولوا لهم ما تجوش هنا تاني وبتاع. وبعد كده سيزر بيسيبهم وبيروح لمراته عشان بتبقى تعبانه جدا وبتاع. والواد اللي اسمه مالكوم اللي هو مسؤول عن البشر في الحته اللي فيها الموقع بتاع الشغل وبتاع بيبقى رافض الكلام دوت، وبيروح لسيزر على البيت بتاعه وهو قاعد جنب مراته وبتاع. فمالكوم بيقول له عم سيزر احنا اسفين وبتاع ما نعرفش اصلا والله السلاح ده دخل ازاي واحنا اتغفلنا برده زينا زيك واحنا هناخد الاكشن التمام معايا يعني وبتاع. وبياخد باله ان مرات سيزر تعبانه وبتاع، فمرات مالكوم بتقول لهم انا دكتوره اقدر اساعدكم وعالجها وكده، ونظرا للظروف ومرات سيزر تعبانه جدا وبتاع فبيوافق. وبعد كده مالكوم واللي معاه بياخدوا الولد اللي كان معاه السلاح دوت وبيحبسوه في العربيه. وفي نفس الوقت بيكون كوبا جام المدينه وبيرجع بيتكلم مع سيزر وبيحكي له عن مخزن الاسلحه اللي شافه، وكوبا بيقعد يسخنه على البشر وبتاع ويقول له يا اسطى دلوقتي عيالك يا اسطى بص مخزن لك سلاح الناحيه الثانيه، انت ايه يا اسطى البشر دول لا مؤاخذه كده في الضلمه معاك ولا ايه؟ فسيزر بيفك دماغه عليه وبيدغدغه حرفيا. فكوبا بيقول له يا اسطى احنا اتعلمنا ان القرد ما يقتلش اخوه القرد وبتاع، وبيطلب منه انه يسامحه كده، فسيزر بيسامحه في الاخر. وبعد كده بنشوف كوبا هو راجع تاني على مخزن الاسلحه بتاع البشر وبيقعد يستهبل عليهم وبتاع لحد ما بيصاحبهم وفي الاخر بياخد سلاحه وبيقتلهم. وفي نفس الوقت بيكون البشر في ارض القرود بيكونوا ولدوا الكهرباء وشغلوا الدنيا وبتاع. ومرات سيزر برده بناخد بالنا ان هي بدات تتحسن بعد ما مرات الراجل دوت عالجتها وبتاع. وبعد كده بنشوف كوبا وهو جاي ماسك سلاحه وبيقتل سيزر اوبا، وبيسيب السلاح بتاعه عشان يبين ان البني ادمين هم اللي قتلوه مش هو. وبعد كده بيروح على البيت اللي عايش فيه القرود وبيولع فيه. وبعد كده كوبا بيرجع لعشيرته تاني وبيقول لهم بصوا البني ادمين عملوا فينا ايه وبتاع، وبيمسك السلاح والكاب وبيلبسها بقى في البني ادمين فاهم، بيقول لهم دول قتلوا الزعيم وحرقوا ابواب بيتنا واللي بعده. المهم ان هم في الاخر بيسخنوا وبتاع وبيمشوا على صفه. وبعد كده بيرجعوا على مخزن الاسلحه بتاع البني ادمين وبيفرموهم كلهم وبيبوظوا المخزن كله على بعضه. وبعد كده كوبا بياخد الرجاله وبيروح على مقر البني ادمين وبيقعد يقتل فيهم وبتقوم حرب وبتاع لحد ما القرود بتسيطر على المدينه بتاعتهم. وبالصدفه البشر وهم ماشيين وبتاع بيلاقوا سيزر وبيطلع عايش مش ميت، وبيقولوا له مين اللي عمل فيك كده وبتاع، وبيقول لهم اللي قتلني قرد مش بشري وانا عارف اجيب حق يا عم وبتاع، فبيصعب عليهم فبياخدوه عشان يعالجوه. وبعد كده بيخش جوه مبنى وبتاع وبيمسك راجل وبيأمر واحد من القرود ان هو يرميه، فالقرد بيقول له يا اسطى لو سيزر هو اللي كان في المكان ده ما كانش هيقول لنا نقتل ناس وبتاع، فبيمسك القرد وبيرميه من فوق وبيقول لهم سيزر يا جدعان الله يرحمه انا الزعيم دلوقتي واي كلمه هقولها هتتنفذ خلصانه خلصانه، وبياخدوا البشر كلهم عشان يحبسوهم كمان. وسيزر بيكون وصل البيت اللي كان صاحبه مربيه فيه وبتاع، وهناك الست مرات الراجل ده بتقول له ان هو المفروض يعمل عمليه وان هو في حاله خطر والعمليه دي لازم يعملها. وفي نفس الوقت في مجتمع القرود بيكون كوبا امر ان هو يحبس كل اصحاب سيزر وبتاع، وابن سيزر بيبقى شايف الكلام دوت وبيبقى مش قابله بس مش قادر يتكلم خلاص فاهم. وبعد كده بنشوف القرود وهي بتهجم على المكان اللي فيه سيزر، وابن سيزر لما بيدخل جوه بالصدفه بيشوف مالكوم، ومالكوم بيقول له ان ابوك ما ماتش وبتاع واحنا بنعالجه هو في الاوضه اللي جوه، وبياخده بيوديه ليه. وابو سيزر بيقول لابنه اللي حاول يقتلني ما كانش بشر، اللي حاول يقتلني كان كوبا. فابن سيزر بيبدا يتاثر من اللي ابوه بيقوله وبتاع، وبيبدا يحكي له عن اللي كوبا بيعمله في المعسكر بقى، وبيقول له ان حابس صحابك ومسجن البني ادمين وبتاع وكده، فسيزر بيتضايق. وبعد كده بيعملوا سيزر العمليه وبيبقى تمام وبتاع، وبيرجع للمكان اللي فيه القرود وبيشوف كوبا وبيقول له اصلا انت قمت حروب وانت عيل غلاوي اصلا وانت اصلا من جوه اسود وانت فاهم اي حاجه وحشه فاهم، يعني عشان الخص عليك الفيلم كان جواك انت بقى فاهم. وبيمسكوا في بعضه وبتاعه في الاخر سيزر بيقتله حرفيا، والراجل اللي مسؤول عن البني ادمين بيبقى عامل كمين للقرود وبتاعه في الاخر بيفجر البرج كله بيهم. وسيزر والقرود بيحاولوا يطلعوا الناس اللي تحت الانقاض سواء كانوا قرود او بني ادمين، وهما بيطلعوا الناس والقرود من تحت الانقاض وبتاع بنكتشف ان كوبا لسه عايش. وسيزر بيمسك ايده وبتاعه كوبا بيبص له في عينه وبيقول له يا اسطى انت قلت لنا ان القرد ما بيقتلش اخوه القرد، قال له بقى انت مش قرد انت ابن، وراح جاي سايب ايده ورماه. وبكده انا بصراحه يعني انت شفيت غليل لسيزر، ولهذا السبب لو شفيت غليل الناس بقى فالناس تنزل تعمل لايك تعمل سبسكرايب تفعل زر الجرس بتاع فاهم، مش كل مره هقول لك الكلام ده يا زميلي. وكل سنه وانتم طيبين و2022 حلو عليكم كلكم كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، انا اهو ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.